يعني بدخل جيمات كده برضه سيرفر يوروب. حياتك كام؟ حياتك كام بس؟ لما اكون ض خمس طلقات وما متش وطلقه منهم في دماغك، حرام عليك يا جدع. يعني ده من بعيد وقتلته كده، يا نهار اسود. يا حبيبي جابني بسنايبر عشان ما عرفتش انشن عليه حد. يا ماما قاعد في اخر الماب بسنايبر، يا الله. قاعدين بالسنايبر في الووتر تاور من العرض. يا جدعان سنايبرات يوروب يا جدعان. طبعا انا في العادة دخلت غيرت الجيم. هما ايه انا جبت اوتر كيل معرض فيكم مستخبي فين؟ انا جبت اوتر كيل يا جدعان. فين بقى؟ مش عايزين نطلع ليه؟ معانا 43 واحد وفي ار 6 دي وانا خايف. انا على 17 ولا حاجه بدون موت. فاينالي فتحت ام 13. حلو الام 13 ده ولا ايه؟ جربوا يا عم. انا على رينجز يا جدعان. ميلي مش ميلي. لا يا جدعان كنت معايا هنا. كنت على 22 مت بأرنايتور. حرام. وبعديها مت بسبارو.
فاك فاك بعدين مت بكم وانا طلع السايت من لعبة دي بجد بجد. انا ليه اتقتلت؟ ليه انا الوحيد اللي اتقتلت من ورا؟ مش لاقي حد والحار ده منرفزني. امي كله عليا. لا انت حاطط كليمور ومستني يخرب بيتك. جبت الترا كله وجبت ده قصم اللعبه فعلا. هي مت بالقرف ده. قصم لعبك يا اخي. موت من جرينيد يا جدعان، لسه عامل سبون وجت الجرينيد عليا. اللهم صل على النبي. شنو هالسبون حبيبي؟ انا ده ما ضربتش ولا طلقه في السلاح يا جدعان. ربي الحمد لله. جبت واحد اخيرا يا عماد. ها يا حبيبي. حرام والله يلعن ابو شكل يا كاميكو. شكرا. يا رب ان تركيزي تحت الصفر حاليا. مفيش ينفع اعلي صوت رجلين اكتر. انا نسيت السم دي لعبة يا اخي. السم من بلاك اوبس 4 اللي عودتني على ام بتاعت الهيل بنت العرس.